دعماً للحريات والحقوق الإنسانية، أقامت هيئة الدفاع عن المواطن الضحية محمد غزاي المطيري على مسرح جمعية المحامين ندوة بعنوان واجبات الدولة في الحفاظ على حقوق وكرامات الإنسان. ابتدأ الحضور الندوة بدقيقة صمت على روح المواطن الذي توفي إثر ثبوت تعذيبه من قبل بعض رجال الأمن. وقد شارك بالندوة كل من النائب أحمد السعدون والنائب الدكتور حسن جوهر ونائبة رئيس جمعية حقوق الإنسان الأستاذة مها البرجس التي تطرقت في حديثها عن أبرز حوادث التعذيب في الكويت خلال العشر سنوات الماضية. وطالبت أيضا بالسماح لجمعية حقوق الإنسان بزيارة السجون دون الحاجة لإذن مسبق من النائب العام، وذلك للإطلاع بكل شفافية على أوضاع المحتجزين والمسجونين والتأكد من عدم وجود أي ممارسات تضطهد حقوقهم الإنسانية وكراماتهم. اعتبر أنا قضية محمد المطيري ومقتله اللي هي الشعر التي قصمت ظهر البعير وأبرزت لنا موضوع التعذيب وفتحت لنا أيام من أوسع أبوابه. كان ممنوع أن أي أحد يتكلم في هذا الموضوع. التعذيب مثل ما أنتم عارفين وهو قضية مجرمة ومحرمة دوليا. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادة الخامسة ذكر أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو لا إنسانية أو الحاطة بالكرامة. ونفس النص أعيد في العهد الدولي الخاص في المادة 7. وخطورة التعذيب صار في اتفاقية دولية خاصة للحد منه وهي اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، واثنيناتهم الكويت موقع عليهم. والكويت نفس الشيء قامت بتجريم من خلال الدستور والقوانين المحلية. لكن حوادث التعذيب اللي موجودة في الكويت قاسية، دليل مؤشر خطر على وجود فساد في بعض المواقع القيادية في الدولة ومقابل انحراف التشريعات وضعف بالرقابة النيابية البرلمانية والمجتمع المدني. احنا عندنا للاسف رجل الامن بالكويت ما في عنده اي رقابه ولا محاسبه ويمارس نشاط يمارس ممارسات خاطئه تحت مظله انه هو حمايه الدوله والمجتمع، ويهين فيها كرامات الناس جميعا بدون ما في اي عقاب له. في راح اذكر لكم، يعني طبعا انا مو كل رجال الامن تحديدا، يعني انا لازم احدد اقول لكم واحطها بين على تحت سطرين إن الشر يعم والخير يخص. مو كل رجال الأمن، في رجال الأمن جدا خلوقين ومؤدبين ويحترمون الناس. راح أذكر لكم حالات صارت في الكويت خلال هالعشر سنين الأخيرة. في 2002 قضية المواطن ماجد المياح اللي اتهم بمقتل الوافد كندي، وبعدين بعد ما عذبوه واضطر إنه هو يمثل الجريمة وكان في عنده عقوبة نتيجة الخلاف الفلبينية المتهمة مع صديقها اعترفوا في الجريمة نتيجة للتعذيب كان راح يروح فيها ويعدم. قضية طبعا عامر الخليف الكل عارفة ب 2005 نفس الشيء، وكان فيها البيان اللي طلع من وزارة الداخلية تعرض لأزمة قلبية للنتيجة لقصور في الدورة الدموية، نفس البيان اللي طلع أول ما طلع حق محمد المطيري. في 2007 في قضية الوافدين المصريين اللي تم تعذيبهم في مباحث الهجرة عن طريق الضرب والحرق بأسد البطاريات، الداخلية نفت لكن تحت الضغوط وتعذيب. السفارة المصرية تدخلت في الموضوع وانتهت الموضوع بقضية بتسوية مالية بينهم وبين بعض. في 2010 طبعا في قضية علاء المصري اللي هو معروف بوحش خيطان اللي اتهم انه هو قاتل وحده باكستانيه، ولكن للاسف طلعت الباكستانيه من خشه هربانه لظروف ومشاكل واتهموه انه هو مختل عقليا. طبعا القضيه الاخيره اللي صارت السنه اللي فاتت هي قضيه الحدث السعودي اللي للاسف تدخلت فيها السفاره السعوديه واجبر على ممارسه الفحشاء مع زميل له داخل السجن. ولكن علي الخليفه نائب مدير المباحث علي اليوسف اسفه صرح انه هذا غير عار من الصحه، لكن تدخل السفاره غير الموضوع شويه. طبعا قضيه محمد المطيري هذه طبعا هي اللي صمت ظهر هاي كلها، وهاليومين هاي الصحافه طبعا شكل ما هو احنا عارفين كلنا ان الصحافه قاعده تتداول قضايا
غير طبيعية نتيجة العمليات التعذيب اللي قاعدة تصير داخل الكويت. احنا قاعدة تصير في قضايا، احنا قاعدين نركز على القضايا اللي البارزة اللي تطرحها. انتم ما تعرفون شنو قاعد يصير في سجن الابعاد، في سجن الابعاد في قضايا وفي تعذيب غير طبيعي قاعد يصير فيهم، وفي وفيات قاعدة تصير بس ما حد قاعد يتكلم عنها. احنا كجمعية قاعدين نتابع معهم، لكن للأسف وزارة الداخلية نرسل لها اتصالات معها لكن ما في رد. احنا راح نوافيكم بالتقرير وما في احد يرد علينا. الجرائم هذه كلها اقر فيها واقر انه في تعذيب وفي اهانات. مازن اللي راح في برنامج تو الليل بشهر 5 قال اقر فيه بان المباحث تقوم باهانه وضرب المتهمين ببعض القضايا لحثهم على الاعتراف. يعني هذا يعني وشهد شاهد من اهله، هاي يعني معروفه فيها. طبعا هاي هذه الحالات اللي قاعده تصير. احنا عندنا لازم يصير في طريقه الحل هذا الموضوع، موضوع التعذيب وموضوع القوانين اللي قاعده تصير. استقاله وزير الداخليه اعتقد انها هي الطريق الصحيح لتحمل المسؤوليه، وهو اعترف انه ما يشرف البقاء في هذه الوزاره. هذه خطوه. الخطوه الثانيه ونثمنها، لكن احنا نحتاج الى خطوات ثانيه. اول شيء في البدايه لازم لابد ان الحكومه تعتذر من اهل محمد المطيري. بدوره قال النائب الدكتور حسن جوهر بانه سيتم اطلاق حمله على كافه المستويات لكشف أي حالات تعذيب تعرض لها المواطنون والمقيمون من قبل رجالات الأمن. وأنا أتشرف بأن أكون أحد المحامين معكم اليوم لطلب كشف الحقيقة ورد الاعتبار وإنزال القصاص بقتلة محمد المطيري، لأن هذا واجبنا، هذه مسؤوليتنا، سواء كانت من الناحية الشرعية، سواء كانت من الناحية الدستورية، سواء كانت من حيث مواقعنا السياسية الحالية، أو كما يمليه علينا الضمير الإنساني الحي. لا شك أن حادث مقتل المواطن محمد المطيري تحت التعذيب، هذه قضية هزت مشاعر ووجدان الشعب الكويتي برمته. ونقول الحمد لله يعني على مثل هذه المصيبة اللي وحدت الكويتيين مرة ثانية. احنا في عز الاختلاف الحاد والاستقطاب السياسي والنفوس مشحونة، نعم، والمواقف السياسية متباينة إلى حد كبير، ودخلنا في أزمة سياسية عالية المستوى، ولكن بين معدن الشعب الكويتي وأصالته وروحيته العالية من خلال هذا الحدث حيث التم الجميع. وأنا أشير إلى وسائل الإعلام الكويتية على وجه التحديد، رغم تباينها الحاد قبل شهر، اليوم هناك إجماع على تغطية مثل هذا الحدث والمطالبة بكشف الحقائق كاملة للاستفادة من هذا الدرس. عادة يا أخوان يا أخوات، دائما الشعوب تتعلم وتتعظ وتتلقى الدروس، ولكن بعد تقديم القرابين، هذا قدر الإنسان وهذه سنة الحياة، ما في إنجاز ولا في نجاح ولا في كرامة ولا في استعادة لحرية وكرامة إلا من خلال تقديم التضحيات. ولذلك احنا نقول لعل في واقعة محمد المطيري هذه الضحية البريئة اللي وعدتنا وحركت فينا روح المسؤولية وألزمتنا بمتابعة مثل هذا الموضوع وفتح ملف حقوق الإنسان بشكل كبير. احنا دائما عندنا حساسية مفرطة بالكويت من تقارير المنظمات الدولية، يمكن آخرها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، وغير ذلك من منظمات الحقوقية العالمية لما تشير إلى أصابع الخلل والشواهد على انتهاك حقوق الإنسان في بلدنا. ومن حقنا طبعا، من حقنا أن يكون لدينا سجل ناصع، من حقنا أن لا نسمح بتدخل جهات أجنبية، ولكن الرفض من أجل الرفض يقودنا إلى مثل هذا اليوم، أن عندنا مشاكل وعاجزين عنها ونكابر في أن يثيرها الآخرين. ولذلك
أنا انطلاقا من هذه الحملة واللي أعلنتها الأستاذة مها، نعم نؤيد بأن تكون هناك حملة وطنية على كافة المستويات لفتح ملف حقوق الإنسان وخاصة التعذيب. احنا كنا نسمع أمانة يعني حتى كنواب، وأنا كثير سمعت من قصص من أخواننا البدون في سجون الإبعاد والحجز بدون تقديمهم إلى المحاكمة وغيرها. أنا خلال الفترة هذه اثنين اتصلوا علي شخصيا وبلغوني بظروف مروا فيها وما لقوه من تعذيب ومن أساليب بشعة في انتزاع الاعتراف. ولذلك أنا أقول واجبنا بالفعل اليوم أن نفتح هذا الملف ونوثق هذه الأحداث مهما كانت مؤلمة، مهما كانت مخجلة، مهما كانت مخزية بحق بلدنا وإحنا جزء منه، ولكن أقول بأن كرامة الإنسان وإنسانية الإنسان وفوق أخلاقياتنا وديمقراطيتنا وشفافيتنا خلنا نترفع عن كل هذه الأمور ونقبل بأن هناك في خلل بغية إصلاح هذا الخلل وإن شاء الله عدم تكراره في المستقبل. هذه نقطة. النقطة الثانية، احنا أمامنا الدستور الكويتي يا جماعة، والدستور الكويتي في المادة 103 في المادة 31 يعني نصوص واضحة وصريحة ومباشرة. المادة 31 لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، والأهم من ذلك ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة. المادة 34 المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا ومعنويا. أين أجهزة وزارة الداخلية؟ ولا أريد أن أعمم، أين من ارتكبوا هذه الجريمة من هذه المواد الدستورية؟ بل أين كانوا قبيل لحظات يا جماعة؟ هذه الجزئية اللي أنا بركز عليها. نعم في بعد قانوني، في بعد جنائي، في بعد ممكن أن تتعامل مع أروقة القضاء، ولكن هناك بعد سياسي، بعد إنساني، بعد مجتمعي. الأخ وزير الداخلية وتحت قبة عبد الله السالم وبمحضر الوزراء والنواب يتلي ببيان يبرئ فيه ساحة وزارة الداخلية عن وجود أي نوع من الإيذاء والتعرض بالأذى والتعذيب لشخص محمد المطيري. وترى في هذه الفترة وأثناء ما كان الوزير يتلي بيان وزارة الداخلية، تقرير مستشفى شركة نفط الكويت كان جاهز من ليلتها ومثبت الحالة بشكل واضح لا لبس فيه بأن هذا الإنسان وصل إلى المستشفى مفارق الحياة قبلها بساعات وعليه آثار واضحة للتعذيب. وكل اللي الآن يقال ترى وارد في تقرير مستشفى شركة النفط. السؤال، وصلنا إلى هذه الدرجة من الجرأة في تضليل الرأي العام وتحت قبة عبد الله السالم وأمام وسائل الإعلام وأمام تقارير رسمية ومعتمدة وننكر هذه الأجزاء؟ ترى لولا علم وزير الداخلية والحكومة من بعده بأن هذه التقارير وهذه الاعترافات قد وصلت إلى أعضاء مجلس الأمة وإلى أطراف في الحكومة لما تراجعت عن موقف. هذه ترى المأساة، وإلا الخطأ احنا بشر وخطاؤون. نعم ومن الشجاعة أن يعلن الإنسان أنه أخطأ ويعمل على تفادي الخطأ، ولكن ترى في هذه الجزئية ما كان الموضوع موضوع الاعتراف بالخطأ، ما كان الموضوع موضوع الندم على ما صار، لا الموضوع كان الخوف السياسي، كان الخوف السياسي، لم تكن صحوة ضمير.
لم تكن رجوع إلى الحق، لم تكن إقرار مبدأ وموجود داخل الوزارة. هذه الأمور بدأت تتوالى لاحقا، لكن تراجع الوزارة وتراجع الوزير كان بسبب الضغط السياسي والتهديد بالمساءلة السياسية. وهني مربط الفرس، وهني يجب علينا أن نتوقف ونفكر مليا بأن بالفعل إحنا دولة مؤسسات وقانون، دولة حقوق إنسان، دولة كرامة بشر، أم أن لا، لازم الواحد تكون العصا موجهة عليه حتى يمشي بشكل صحيح. وهذا اللي بالفعل أنا واحد من الناس أشعر بالأسف الشديد أن وصلنا إلى هذه الحالة. ناس تقول، من ضمن الناس اللي كلموني، أنه يقول كنا يعني في حالة من الخوف والهلع وما ننام الليل، أن حتى نفكر أن نوصل مظلوميتنا أو ما تعرضنا له إلى الصحافة أو إلى النواب، لأن التهديد كان أن اللي شفتوه ما يطلع شيء مع اللي راح تشوفونه إذا بطلتوا حلجكم في قول مثل هذه الحقائق. ولكن هذه الجرأة اللي اليوم صارت، وأنا أقول الحمد لله، خلنا أرشف هذه الأحداث، نهذب فيها أولا أجهزتنا الأمنية. نعم، أجهزتنا الأمنية إحنا جزء من هذا البلد، ونطالب بأن تكون أجهزة على درجة عالية من الكفاءة والولاء والعطاء والحرص والتفاني في خدمتنا إحنا المجتمع، ولكن نطورهم، نصوب الخطأ إذا كانوا فيه. اليوم يا جماعة، ترى الكويت، وهذه التقارير الأخيرة، يمكن من الدول الخمسة الأوائل في العالم من حيث الإنفاق العسكري. وين راح هذا الإنفاق؟ هناك اليوم طرق حديثة في التعامل مع المتهمين، حتى انتزاع الاعتراف بطرق فيها علم نفس، فيها تعامل مع إنسانية الإنسان، فيها إعطاء نوع من الارتخاء ويعني توفير سبل أنه هو من تلقاء نفسه يشعر بتأنيب الضمير أو بالتعب النفسي وكذا، ويدلي بالمعلومات والاعترافات. وهذه موجودة ومطبقة في كثير من الدول. نستفد من هذه الملايين اللي قاعد نصرفها احنا على الأجهزة الأمنية ونطور فيها. عندنا رجال، نعم، من خيرة الرجال. واليوم حتى الأحداث هذه والمتهمين فيها ترى مجموعة قليلة إذا قارناها بهذا الجسم العسكري والأمني الجبار اللي عندنا. ولذلك مو في صدد التعميم، ولكن نقول ممكن، وإذا كانت مثل هذه الحوادث تسير بدون رقابة، بدون محاسبة، بدون مساءلة، بالتأكيد ممكن هذه الوتيرة تتصاعد، وممكن أن تصير نوع من العرف العام والسياسة العامة لدى الأجهزة الأمنية. ولذلك أنا أقول، وهذه ترى جزئية اليوم في القضايا الجنائية، إحنا ما نبي نفتح ملف حقوق الإنسان وملف الرأي السياسي وسجناء الرأي السياسي اللي يفترض أيضا أن نقف عندها بشكل كبير اليوم وبهذه المناسبة. قضية الملاحقات السياسية لأول مرة يعني في تاريخ الكويت يكون هذا الاستقصاد والملاحقة السياسية للمعارضة السياسية، سواء كانوا من نواب، كانوا من كتاب، كانوا من صحفيين، كانوا من نشطاء سياسيين. اليوم هذه الملاحقة يعني تسجل أيضا طفرة جديدة وغير مألوفة وغير مقبولة، وإحنا قاعد نشوف آثارها على أرض الواقع، وقاعد نشوف نتائجها على المسرح السياسي. وبالتالي يجب أن تكون هناك مراجعة شاملة في إطار الرأي والرأي الآخر والدستور والضمانات الدستورية واحترام بعضنا البعض والارتقاء بسقف المعارضة السياسية مهما يكن. احنا بالنهاية يعني شخصيات عامة، علينا أن نتقبل النقد مهما كان هذا النقد، علينا أن نلجوء إلى القضاء، نعم، ولكن بهذه الصورة اللي نجدها اليوم بالفعل هذه أيضا وصمة لا تشرف الكويت. وقد أكد النائب أحمد السعدون في مشاركته بأن التعذيب الذي تعرض له المواطن الكويتي وتسبب بموته يستحق من أجله استجواب رئيس مجلس الوزراء، لكنه علل عدم تقديم الاستجواب بعدم حصول النواب على العدد الكافي، مشددا بالوقت ذاته على تقديم استجواب مستحق لوزير الداخلية. أنا أعتقد يا أخوان، احنا في الكويت نعيش محنة ومحنة حقيقية،
ما حصل هو جريمة. أنا ما أريد الحقيقة أدور لكلمات، لا، ما حصل في مقتل محمد غزاي المطيري تحت التعذيب في وزارة الداخلية هو جريمة بكل المقاييس. ليس القتل فقط هو الجريمة، ولكن أيضا محاولة التستر على هذه الجريمة هي جريمة أيضا أخرى. اللي يقولنا وزير الداخلية ما يدري، أو لما يقول وزير الداخلية ضللوني، أنا أعتقد نستطيع وأستطيع أن أدينه من فمه مما قال. هو أنا أقبل الإنسان اللي يقول والله أنا ضللت يا جماعة، لما أقرأ بيانه وأجد بالفعل في هناك ما يمكن أن يقال أن هذا تضليل. لكن إذا هو وهو وزير عضو في السلطة التنفيذية اللي الدستور أعطاها وفق المادة 123 حق إدارة البلد، ثم يتلو بيان يرد فيه بالضبط ما ورد في بيان وزارة الداخلية. وأرجو يا إخوان، أنا أتكلم في جمعية المحامين، وأرجو أن يصحوني إذا كنت غلطان، لنستمع فقط إلى هذه الفقرة. يتلوها وزير يقول المذيع طبيعي يرد على كل الكلام اللي كان ينقال أن هذا عذب وعلشان ينفي التعذيب. يقول من البديهي بمكان أنه لا مبرر للاعتداء أو إكراه من تم ضبطه متلبسا بالجريمة بعد اصدار إذن من النيابة العامة واعترافه بالجريمة. بمفهوم المخالفة، وهذا هو الخطورة، الناس لا ينكرون، هم لا ينكرون أساليب التعذيب، هم فقط يقولون إنش حقا علبة ما دام كما ما يدعون أنه وضع مسك متلبس، ما دام كما يدعون أيضا اعترف في جريمة أخرى. اليوم تبينت بعد ما شهد أحد الأطراف وقال يا جماعة أجلكم الله ترى الخمر اللي صادوا لي مو حقه. إذن هو مو فقط هذا الإنسان راح ضحية تحت التذيب، لكن هذا شوهت سمعته أيضا بجريمة لم يرتكبها، قد تكون في هناك جريمة أخرى. لأن اللي قالوا عنه بأنه والله مسك معه خمور، اللي لا هاي ما مسك طلع وقال بشهادة ونشرت، يقول يا جماعة هذا اللي هذا ما مسك أو ما أعلن عنه هو لي وما هو المتهم. إذا وزير الداخلية كان يعلم حقيقة الأمر. لا يمكن يقول لي وزير داخلية وإذا ما يعلم فأصلا لا يستحق أن يبقى، وإذا لا يعلم لا تستحق هذه الحكومة أن تبقى كلها، مو هو فقط. معقول وزير داخلية الكويت تحصل جريمة من هالنوع وقوة يا جماعة أنا ظللت ما أدري، ثم حكومة تسمع هذا الكلام ويبقى الوزير وتبقى الحكومة؟ شلون يمكن يبقى؟ ولا تركناه، يعني احنا ايضا ما حاولنا ان نتصيده بعد ما تلا البيان. وقف احد الاخوان الاخ الدكتور فيصل مسلم وقال للوزير ما ورد في بيانك في الكثير من الاخطاء، في الكثير من قيل حي بل في الكثير من الكذب. قام بعد الاخ مسلم البراك وقال الكلام اللي قلته مو صحيح، وتلا عليه وعرض هذا التقرير. هذا التقرير هو عبارة عن تقرير من الأحوال في وزارة الداخلية يتحدث عن بالتفصيل عن التقرير اللي وعد في مستشفى الأحمدي في ذيك الليلة. جاء الدور عليه وقلت له تكلموا الأخوان وقالوا كلامك مو صحيح، ما رديت، عندك رد؟ سكت. عندك رد؟ ما رد. أنا بتفت على الأخوان قلت تدرون ليش ما يرد؟ قالوا ليش؟ قلت لهم ماني قايل لهم شو، لأني ما حطها في التلفزيون ما بيقول.
لا لا قلت لهم هذا لأنه مو صادق مو صادق. ومع ذلك ما أوقف في نفس اللحظة، يعني ترى أيضا هن أحيانا على استعداد، يعني لما نشعر إنه في هناك إنسان أو وزير، يعني أي واحد بعد الكلام اللي سمعه شعر إنه في بالفعل في حقيقة ماسك واجف، قال والله يا جماعة تعالوا أنتوا الآن ذكرتوا لي شيء، ثم عرضت التقرير. أنا بس أعطوني فرصة أتأكد من صحة هذا التقرير. هو كان يعتقد يمكن إنه ترى مو كان يعتقد إنه ماكو تقرير، لا هو يدري، بس التقرير هذا يا جماعة ما نوضع في ملف المريض، سحبوه على طول. بس مع ذلك وصلنا. هل أقول لكم أيضا والأخ خالد طاهس موجود هنا، كل اللي قال حق وزير نفطه نفس الليلة قال أدير بالك ترى في محاولات لتعديل تقرير مستشفى الأحمدي، فإحنا نقول لك أنت يا وزير نفط، هذا كان ترى قلته في المجلس أيضا، لا تصير ضحية التقرير، دير بالك عدلونا، ترى عندنا نسخة منه، كانت عندنا نسخة منه، ترى عندنا نسخة من التقرير نعدله راح نواجه فيه. الرجل أمانة كان موقفه طيب، اتصل على طول ونبه بضرورة عدم مس بالتقرير، وبالفعل قدم التقرير في ثاني يوم كما هو. وزير مع كل تقديري اللي يرحبون باستقالة وزير الداخلية، لا استقالة وزير الداخلية ما هي استقالة حقيقية، استقالة مناورة، استقالة يريد يسمع الكلام اللي فيه ثناء حتى بعدين ايضا يحرك بعض الاطراف لمطالبتها ببغاوة تنظيف وزارة. احنا نقول لا يمكن ان تنظف الوزارة ولا يمكن ان تنظف الاجهزة بوجودك، بل لا يمكن ان تنظف الاجهزة بوجود هذه الحكومة. هذا الكلام ما ينطلي على احد، لا يمكن. لكن دائما ما اعتقد فينا، على الاقل اتكلم عنا بعض الاطراف، بعضنا في المجلس، ما كنا في يوم من الايام واثقين ابدا باي كلمه تقولها بعض اجهزتنا حول ما يعملونه، حول الكبسات اللي يتكلمون عنها، حول الى اخره. لكن هذا الامر تاكد وتيقن عندنا بعد بكل اسف المخالطات والاخطاء والتضليل اللي صار للمواطنين في الحادثة اللي صارت عند الدكتور جمال هرمش. شهود موجودين قالوا يا جماعة اللي صار هذا ما حطقهم، صارت الأرصفة عندنا بالكويت طق، صار الشير بالكويت عندنا يطق، ولا سكتوا عندك، طلعوا لنا يومين الثلاثة الأخير هذه أين بهاسة جديدة؟ ما زايد زيد قال يا جماعة تدرون ليش هاي نسوي كله؟ ليش؟ قال يا أبي الشهرة الباب طقه. احنا نتعامل بكل أسف مع دولة من هالنوع. لما أتكلم عن الدولة أتكلم عن الحكومة، يعني أتكلم عن السلطة التنفيذية. الوزير لو كان ناوي الاستقالة ما يجي في يوم تقديم استقالته ويعمل على دفع فواتير سياسية، شو اللي سواه في يوم تقديم استقالته؟ وحتى قبل ذاك أيضا من الفواتير السياسية اللي بكل أسف اندفعت، هي محاولة أو هي بالفعل يعني سوء استعمال السلطة. نعم احنا نقول هذا نص القانون، المادة 235 من قانون إجراءات المحاكمة الجزائية، نعم تعطي لمدير السجون الحق في أن ينزل العقوبة، العقوبة الحبس البسيطة كانت 6 أشهر وأقل ينزل فيها ويخليها عمل بدل الحبس. لكن لما يقوم فيها وزير الداخلية في هذا الوقت وضد من؟ ايضا المشرع لما وضع هذا النص وضع تقدر الامور بقدرها، ما احد حكم عليه في قضيه، لكن
في القضية هذه بالذات، في القضية اللي فيها اعتداء على أحد منتسبي وزارة الداخلية، أحد ضباط في وزارة الداخلية، بل من الضباط مشهوتي بقسم بالله، أنا ما أعرف يعني ما الأخ كامل عوض كامل عوضي، ما عمري رجعت ولا عمري حتى اتصلت فيه، لكن كما يقال ألسان ألسنة الناس أقلام الحق، ما تسمع إنسان لي يثني عليه. لا تبون تعرفون أن على الرغم من هذا الإجراء اتخذ بتطبيق خاطئ للمادة 235 من قانون الجزاء، من قانون إجراءات المحاكمة الجزائية، ثم الحكومة شو مسوية؟ الحكومة تقدمت، أو الحكومة أصدرت مرسوم بقانون، مرسوم بقانون رقم 12 سنة 2008، بعد حل المجلس في 2008، صدرته في شهر 4/2008. أضافت في مادتين من بين التعديلات الأخرى، مادتين إلى المادة 135 من قانون الجزاء. واحدة من المادتين اللي أضافتهم، المادة اللي قبلها تتكلم عن العقوبات لمن يعتدي على موظف عام. المادة اللي أضافتها طلبت الحكومة العقوبة إذا كان اعتداء على موظف في السلع العسكري في الشرطة. وما ذلك تأتي الحكومة، لأن في فاتورة سياسية لازم تندفع. شوف الإجراء اللي صار فيما يتعلق في قضية كامل العوض، لكن كامل العوضي اتخذ إجراء أو اتخذ موقف أشجع وأفضل من موقف وزير الداخلية، قدم استقالة وأصر عليها ومشى. وزير الداخلية يقدم استقالة ويقعد في بيته ويحاول يقدم استقالة ويحاول أن يستمر. هل المطلوب منا الآن فقط أن نجي ونجتر هذه الأوضاع؟ لا، أنا أعتقد علينا مسؤولية ومسؤولية كبرى. أولا احنا ترى أعلنا، لما أقول احنا مجموعة من الأخوان داخل المجلس شاورنا وأعلنا تقديم الاستجواب في جلسة يوم 12، لأن أمر بالنسبة لنا ما كان يحتاج إلى أي تحقيق إضافي. لما وصلنا هذا التقرير والوزير قال كلام خاطئ، إذن هو أولا يستحق الاستجواب على الكذب اللي قاله، على البيان الخاطئ اللي قاله، على المعلومات غير صحيحة اللي قالها، إذن هو يستحق الاستجواب. عدا عن كوننا في هناك تعذيب أفضل إلى قتل مواطن، وبالتالي قرارنا احنا متخذين من ذاك اليوم. لذلك حتى لما قدم اقتراح في المجلس في يوم 12، قدم اقتراح تشكيل لجنة، نحن لم نكن ما كنا معها، عرضناها، وكنوع من التعامل الاخوان اللي تقدموا وقلنا احنا مستعدين فعلا نقبل ان نعطي لهذه اللجنه اسبوع، نعتقد هذا الامر كافي، لان ما يهمنا الجانب المتعلق الجانب يعني خلينا نقول الجزائي، احنا يهمنا الجانب السياسي وهذا ثابت. الوزير يتحمل مسؤوليه سياسيه يجب ان يسال عليها، بل لو عندنا اغلبيه فعلا في المجلس لما تترددنا في ان تكون هذه المسؤوليه في هذه المساءله لوزير رئيس الوزراء مو الوزير، هذا ما مساله الوزير فقط، لكن قلنا مستعدين نقبل بسهوله. ما قبل المجلس الا باسبوعين، قلنا شكرا، لكن اصرينا على موقف. اليوم كان في اجتماع مجموعه من الاخوان دون شك بالذات الاخوان المستجيبين، اليوم الاخوان المستجيبين على موقف واضح وصريح واعلنوا رسميا بانه اذا لم تقبل استقاله الوزير حتى بكره يعني، فبكره باذن الله سيقدم الاستجواب الى وزير الداخليه للاسباب اللي ذكرت، بسبب اللي هو بسبب وفاه المواطن الكويتي محمد غزاية ليل ميموني المطيري اللي مسؤول عن هالوفاه، نعتقد يعني هي وزاره الداخليه بسبب ما لحق من تعذيب. هذا الاستجواب سيقدم باذن الله غدا ما لم تقبل استقالة الوزير. لكن احنا ما نريد فقط نسائل الوزير، انا اعتقد في جزء من الكلام اللي قبلي قالت مها قال الدكتور حسن، نعم احنا هذه التضحية الرهيبة، يعني هذا الضحية يفترض ان يرير لنا الطريق في الكويت. احنا نريد ان هذا ما يتكرر، ما حصل لا يتكرر،
وما يتكرر فقط مجرد كلام. أعتقد فيما يتعلق في التشريعات فلدينا من التشريعات ما يكفي، لكن احنا بحاجة ايضا ان نتعرف على حقيقة ما يجري في مختلف اجهزة وزارة الداخلية في مختلف السجون. وهذا الامر عملناه في مجلس 92، لجنة حقوق الانسان في مجلس 92 لما كانت في هناك شكاوى من بعض المسجونين من بعض السجناء غير الكويتيين، قامت اللجنة وكانت برئاسة ذلك اليوم الاخ محمد المرشد، قامت بزيارة السجون وسجلت، قامت بتسجيل أقوال اللي كانوا بالسجون، وكانت الأوضاع مخيفة. أمور لرؤى كانت مخيفة. الآن أعتقد إحنا بحاجة إن هذا الملف ينفتح على مصراعيه. في تقديرنا يفترض أن تكلف إحدى اللجان بالدراسة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة لتحقيق في كل ما يجري حالياً. لما أقول التحقيق لازم يتعرفون على كل ما هو موجود، لأن الآن في كلام يقال في بعض أيضا الحقائق اللي تقال أو بعض البيانات تقال أنه يا جماعة إذا رحت تفتشون إذا حاولت تعرفون الحقيقة لا فقط تسألون عن السجناء اللي لهم سجلات، لكن طلبك وشوفوا السجناء وروحوا عدوا السجناء. طيب هذا السؤال طالع قريب، ليش يعني؟ بس يقول أحد بعض الإخوان المطلعين على الأمور قالوا راح تلقون السجناء اكثر ما من الكشوف، اكثر ما هو في السجن. ليش؟ قال لانه في ناس يسجنونها اصلا ما يدخلون الموليه، وللاسف هذا ترى واضح في قضيه محمد المطيري وصياح الرشيدي. هم شو يقولون في كتاب في تقريرهم؟ سواء بيان وزاره الداخليه او بيان وزير الداخليه. يقول القى القبض عليه يوم السبت 8، كلام مو صحيح. ألقي القبض عليهم يوم الأربعاء في الليل، لكن ما أخذ الإمن نيالة في وقت لاحق من يوم السبت. ألقي القبض عليهم من الأربعاء في الليل. احنا كنا نقول حتى يمكن الإخوان يحط في جواب الخميس يعني نوع من الاطمئنان فقط، لأن يقول وصلوهم الساعة، لا ألقي القبض عليهم الساعة 9 يوم الأربعاء في الليل كما يقول الساعة 10. لذلك لا يمكن الا نصدر الكلام اللي قاله. يقول اذا جتكم اذا اطلعتوا على الكشوف روحوا قارنوها مع عدد الاشخاص الموجودين في السجون، راح تلقون عدد الاشخاص اكثر، لان في ناس موقوفين بكل اسف بدون ما حتى يسجلون في الاحوال ولا يسجلون في اي سجل رسمي للداخليه. انا اعتقد مسؤوليتنا في الدنشك ان شاء الله يستقيل وزير الداخليه ويروح، واذا ما استقر يقدم استجواب، لكن أنا شخصياً ماني متفائل وايد بأنه يمكن يكون في إصلاح كبير بوجود الحكومة الحالية. الحكومة الحالية حكومة ليست قادرة برئاسة ناصر محمد، حكومة لا يمكن أن تقوم بأي إصلاح، لأن لو حكومة فعلاً تشعر بمسؤوليتها كان من يوم ما تبينت الحقائق، مو الحقائق، من يوم ما تبينت حقائق ديوانية الهربش. لكن إذا ذاك هذيك ما جتك يعني فرض أنت هذه كان عليها ان تستقيل، مو ان تحاول في اليوم التالي لتقديم الوزير استقالته يطلع وزير الدوله شيخ مجلس الوزراء يقول الحكومه طلبت من وزير بان يبقى بان يمارس عمله. اي حكومه هذه؟ اي حكومه ما هز هذا الحدث الجلل؟ اي حكومه ما هزها وفاه مواطن كويتي بسبب تعذيب الاجهزه الرسميه؟ أنا أيضا ما أريد أتكلم حقيقة عن ما يمكن نقوم فيه من تشريعات، وإن كانت تشريعات كافية لكن من تشريعات يمكن أيضا تمنع بعض ما يحصل حاليا. لكن أقول هذه الانتفاضة للشعب الكويتي، هذه المتابعة لهذه القضية يفترض أن تستمر حتى إن شاء الله نحتفل أيضا هنا بخروج محمد الجاسم، بخروج الدكتور عبيد الوسمي، ايضا ببراءة خالد الفضالة، وحتى نمنع ايضا نحاول بقدر المستطاع نمنع هذه الملاحقات السياسية اللي انا اعتقد علينا ايضا ان نفتش عن ان نسعى الى ان نضع النصوص المناسبة لتحاول ان توقف بعض الاجراءات اللي يقوم فيها بعض المسؤولين في الدولة. لذلك انا الحقيقة ما ليس لي من في نهاية الكلمة إلا نسجل خالص شكر مرة أخرى لكم في جمعية المحامين، وأن أيضا نسجل تعزي
أسرة الفقيد، أسرة المرحوم محمد غزاي خليل الميموني بن طيري، وأعدهم وأعدهم جميعا الحقيقة، لأننا سنستمر في متابعة هذه القضية إلى أن يعود الحق لأصحابه، وإلى أن أيضا تعود لهذه الأسرة ما تستحقه من كرامة ومن اعتذار من قبل المسؤولين، من قبل من قام بهذا العمل وبالذات الحكومة الكاملة. وقد شهدت الندوة بعض الفوضى حين على صراخ الدكتور عمران القراشي مطالبا المنظمين أن يمنحوه فرصة التحدث لشرح ما تعرض له من تعذيب وظلم على مدى 12 عاما واضطهاد لحقوقه الإنسانية.